اتكلم برضو مع اعضاء البرلمان، معايا النائب محمود الصعيدي عن دايرة الوراق، وربما يفيدنا اكتر. سيادة النائب مساء الخير، اكيد ان حضرتك ملم بهذا الموضوع وممكن تنور الرأي العام بحقيقة الامر. استاذ محمود حضرتك معايا، مساء الخير. مساء الخير معتز بيه، انا صحتك يا اهلا بيك، شكرا على المشاركة. انا بصراحة متلخبط شوية استاذ محمود، الاهالي عندهم حق ولا الجهات الرسمية اللي في الدولة اللي طلعت قرارات إزالة هي صاحبة الحق؟ أنا عايز أدي حضرتك بس خلفية لحضرتك ومن خلال قناة حضرتك وبرنامجك، اتفضل، خلفية تعرف حضرتك والرأي العام وأهل جزيرة الوراق يعرفوها. اتفضل. في رمضان أو قبل رمضان بشوية تسربت وشاع إلى نفوس جميع أهالي جزيرة الوراق. ايه هي معتز بيه؟ بان الدولة هتهجر تهجير، لفظ تهجير بالحرف، لأهالي الجزيرة، يعني هتمسك الجزيرة كده تهجرها، تخرج ناسها منها وتاخدها تعملها مشاريع. هذه الإشاعة تسربت إلى نفوسهم بمعنى الكلمة. أنا قمت بزيارة في رمضان وفطرت معاهم وعملت جلسة عرفية كده، قعدت زي مؤتمر كان حضره اكثر من 100 شخص يمثلوا جميع عائلة الوراق. وتاني يوم رحت قلت بيان في المجلس الشعب بهذا المعنى. ايه هو يا فندم؟ ان مفيش حاجه اسمها تهجير. يعني تخيل، انا عايز اقول لحضرتك وشعزة دي اهل الجزيره انا بعتب عليهم ازاي يصدقوها؟ يعني الدوله تروح تهجر 60 70 الف اهالي الجزيره واكثر، وناس يقول لك ده 90، لا خليهم 10,000. الدوله تمسك 10,000 واحد يشيلوا هدومهم وشنطهم على كتافهم ويمشوا في شوارع القاهره كده، الدوله هجرتنا؟ ده استحاله. لكن دخلت نفوسهم ازاي ما تعرفش؟ انت عارف بقى الاشاعات المغرضه، ده هيهجروكوا وهيرموكوا بره، ده مؤكده. وانا قاعد في رمضان واحد يقول لي ده مرات ابني راحت تقدم للولد في المدرسه، بتاع المدرسه قال لها مفيش تاني تقديم، قلت له اطلبها وتجيب لي اسم المسؤول، انا طبعا متاكد دي اشاعات. فالموضوع ده عمل شحن معنوي كده عند الاهالي، شحن معنوي. اكد بقى لحضرتك ايه الراي العام اللي حصل النهارده في جزيره الوراق، بيحصل في جميع مدن وقرى جمهوريه مصر العربيه، ان اي حاجه مبنيه على ارض الدوله بتنزل الحي المعني او الجهه المعنيه تشيل المبنى، ده بيحصل يوميا، كل الناس اللي سمعانا في قراها ومدنها بيحصل. طب ايه الحساسيه؟ الحساسيه من الاشاعه اللي قلتها لحضرتك اللي هي دخلت نفوسهم. هما كانوا متصورين ان الناس اللي رايحة النهاردة رايحة تنفذ التهجير، دي حقيقة بحكيها لك. ايه بقى اللي كان المفروض يحصل؟ اللي انا بعتب عليه كنائب، اللي انت قلت عليه حضرتك من شوية، الحل الدبلوماسي. انا كنائب شعبي برلماني، انا همزة الوصل بين الجهة التنفيذية وبين اهل المواطنين. كان المفروض في تمهيد للجزيرة نظرا لحساسية الموقف اللي حكيت لك عنه، محتاج تمهيد. يا جماعة الناس جايه تشيل المباني المخالفه فقط، وهم فعلا معاهم تعليمات بكده. سياده المحافظ ومن الجهه الاعلى ممنوع منعا باتا منزل به سكان يتزال. طب خلي حد من جزيره الوراق يكلمك يقول لك في منزل بتاع فلان فلاني النهارده الحمله شالت الناس من البيت وهدته، استحاله. فما كانش فيه ازاله للمنازل اللي بها سكان، المنازل التي ليس بها سكان، يعني مخالف او مبني على املاك دوله يزال بشرط عدم احتوائه على سكان. ولكن بقى الاشاعه القديمه هي اللي عملت الضجه، خلتهم يتحمسوا واستعدوا للحمله وواقفين ليهم، الى جانب الاشاعه اللي اتسربت من الناس اللي هم بتوع اللانشات اللي الحكومه قالت لهم هننزل عايزين لانشات، بس ما قالت لهمش انا رايحه فين. لكن طبعا عرفوا رايحين فين، قالت لهم ده الحكومه بتجهز لانشات عشان جايه. فالنهارده لقوا الناس مستعديه وجاهزه، وطبعا حصل الاصابات من الطرفين، كان حاجه يعني مخزيه ومحزنه. بس انا كنت اتمنى برضو سياده النائب ابقى صريح معاك شويه، كنت اتمنى برضو ان حضرتك دورك كنائب وابن الدائره ان يعني تحاول انك انت تلعب دور في انا رحت في رمضان بقول لحضرتك ولقيت الفكره ديت، يعني لم الشمل ونفي الاشاعه، لان انتوا ما هو احنا يعني عايز اقول ايه، يعني الاشاعات دي بتطلق في اي حته في الدنيا، انما تصديقها هو اللي لازم نبذل مجهود. يا فندم عملت مؤتمر في رمضان ولغيتها في وقتها، وتاني يوم قلت لهم ليكوا ايه تسمعوا بيان عاجل في المجلس، وانبسطوا من البيان لان قلت فيه الكلام اللي بقوله لك دلوقتي قلته في البيان العاجل. لكن مروح الحمله النهارده
رجع للناس قالوا لهم ده جايين عشان ينفذوا الكلام ده اللي انا قلت لحضرتك الاول. فكان محتاج تمهيد. انا ما خدتش خبر بحمله النهارده. لو انا عندي خبر اقول له استنى يا فندم هروح اجيب كبار الالات اللي قعدت معاهم. يعني حمله نازله. يعني سياده النائب, سياده النائب غير كده افهم اللي انتوا عايزينه. افهم من كلامك بنزيل بيت بسكان. طيب افهم من كلامك ناخد بيوت الناس ده كانوا بيقولوا ايه ارض وبيوت مش بيوت بس. طيب منازل واراضي زراعيه. هل الحكومه يعني افهم من كلام حضرتك ان الحكومه ليست لديها اي نيه لانها تمارس التهجير ضد اهالي الوراق؟ انا فندم عرفت دلوقتي داير او جزيره الوراق بهذا المعنى. يبقى دي نمره واحد. نمره اتنين, هل صحيح ان الجزيره ان مفيش كلمه تهجير اطلاقا او ان واحد في منزل يملكه او ارض يملكه وهنشيله منها؟ رئيس الوزراء طلع. طيب اللي هو بيقول الراجل اللي هو كنت بكلمه من شويه حسين زيدان وهو من اهالي الجزيره. حسين زيدان بيقول لو هتعملوا اتفاقات مع مستثمرين احنا اولى ان احنا نبقى ضمن المفاوضات مع المستثمرين علشان نطلع باستفاده. بالحرف يسأل حسين قلت له الدوله افرض انت عندك ارض تمتلكها في الجزيرة ومستثمر عرض عليك الدولة بره الموضوع تبيع لها بمليار بمليون ده دي بينك وبين المستثمر. قلت له ملكيتك الخاصة أنت لك حق التصرف فيها لكن الدولة هتتصرف في ملكيتها. هم معترفين إن في جزء وقالوا لي حتى على مساحته بالظبط كم فدان دي أملاك دولة. هم بيعترفوا أهل الجزيرة ناس طيبين بيقولوا في أملاك دولة عدد كذا من الفدادين دي الدولة تاخدهم. حتى قلت لهم الاراضي اللي هي املاك دوله والمواطن كان حاطط ايده عليها كان بيدفع ايجار وعمل مبنى عليها الدوله هتعوضه على المبنى اذا خدتها منه وافقوا قالوا اتفقنا املاك الدوله تاخدها على راسنا اما املاكنا الخاصه قلت لهم استحاله. لكن لو مستثمر عايز ياخد ملكيه خاصه من مواطن زي حسين ما بيقول هو حر معاه يبيع له بقرش بمليار دي حريه مطلقه حريه خاصه ملكيه خاصه ودي حقيقة. بس واضح استاذ محمود الصعيدي انه مفيش تناسق في المواقف مفيش تنسيق ما بين الطرفين هنا الحكومة من ناحية والاهالي من ناحية تانية. في موضوع النهاردة كان محتاج تمهيد وانا بأكد عن حضرتك انا شخصيا النائب محمود الصعيدي ما حدش اداني طرف لان انا كنت في رمضان عامل قعدة كبيرة معاهم وهديتهم وتاني يوم قلت بيان في الجلسة العامة بيان عاجل عن وضع الجزيرة واهل الجزيرة انبسطوا جدا وسمعوه وكان واضح وفي نفس الكلام اللي انا بقوله لك ده. طب هل حضرتك سيادة النائب هل حضرتك يعني الصبح مثلا حاولت تكون متواجد علشان تمنع الاحتكاك او شيء يعني؟ أيوة. لا يا فندم انا النهارده عرفت بالموضوع بعد ما تم ان الحمله موجوده وحصل احتكاك فعشان كده كلمنا المسؤولين انسحبوا الحمله انسحبت تفور لما حصل احتكاك. يعني حضرتك كنت اخر من يعلم بالموضوع؟ يعتبر كده يعتبر اخر من يعلم ان الحمله رايحه يعني ان وصلت وحصل احتكاك. يعني جات لي التليفونات بعد ما حصل الاحتكاك فطبعا كل تليفوناتنا وطلبنا من المسؤولين ان ما ينفعش ففعلا هم صعدوا لمجلس الوزراء وقالوا لا خلاص انسحبوا وسيبوا الموضوع. لكن هبه الدوله في املاكها الناس اصلا معترفه بان املاك الدوله من حقها قالوا لي كده وما سامعيني دلوقتي اهل جزيره الوراق قالوا لي املاك الدوله بتاعتها على الحريه. هم خايفين من الاشاعه اللي قلت حضرتك وبكررها أشاع ان ياخدوا منهم املاكهم الخاصه ويهجروهم ان الدوله عايزه الجزيره ككل الجزيره بالكامل. طيب.